بخير؟ الحمد لله. ما هو يومنا؟ إنه يوم الأحد، أحسنتم. وفي هذا اليوم سنتعرف على حرف جديد، فهيا بنا. ما هذه السورة يا صغاري؟ إنها سورة موزن. هيا رددوا معي، موزن موزن. لننظر إلى السورة الموالية، ما هذه السورة؟ إنها سورة مثلث. مثلث. تعرفون ما اسم هذه السورة يا صغاري؟ إنها سورة مفتاح. مفتاح. مرة أخرى أسماء السور: موزن، مثلث، مفتاح. موزن، مثلث، مفتاح. كل هذه السور تبتدئ أسماؤها بحرف الميم. هذا هو شكل الميم. ميم. ميم. موزن، ميم. مثلث، ميم. مفتاح. إذن حرفنا هذا الأسبوع هو حرف الميم. ميم. هو شكل حرف الميم. ميم. إلى نشاط حرف الميم. كما ترون يا صغاري، هذه سورة موزة. موزة. وكما رأينا، كلمة موزة تبدأ بحرف الميم. ما هو المطلوب في هذا التمرين؟ المطلوب هو أن نبحث على حرف الميم من بين كل هذه الحروف ونضعها هنا في سورة موزة، فهيا بنا. ما هذا الحرف يا صغاري؟ هل هو حرف الميم؟ لا، إنه حرف الكاف. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الميم. إذن يجب أن نأخذه ونضعه هنا. هيا بنا، أين هو حرف الميم؟ أين هو؟ هذا حرف الفاء، ها هنا حرف الميم. نأخذه ونضعه هنا. حرف الدال: جيم، عين، صاد، شين، ثاء، باء، ألف. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الميم. نأخذه إذن ونضعه هنا في الموزع. سين، ذال، ميم. إنه حرف الميم. لام، ذل، تاء. ما هذا الحرف يا صغاري؟ إنه أيضا حرف الميم. لنأخذه ونضعه أيضا هنا. ت، خ، ق. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الميم. نأخذه ونضعه هنا. ح، ر، زي. وبهذا يا صغاري نكون قد وضعنا كل حروف الميم في الموزع. استمع إلى أغنية حرف الميم. على حرف الميم. إلى اللقاء.